اهلا اهلا، ويسعد لي اوقاتكم بكل خير يا رب. ان شاء الله تضلوا بخير وصحة على طول، ويسعد لي اوقاتكم يا رب دائما، ويخلي لي اياكم نعمة بحياتي. اول شغلة رح نبلش فيها شو هي؟ بنحط لهم اكلات للعصافير. شايفين ما شاء الله عم ياكلوا منهم، وهدولي صدقة جارية عني وعنكم وعن كل حدا عم يسمعني ويشوف الفيديو لليوم. اللهم دفع البلاء ورد القضاء يا رب العالمين، وتيسير الأمور والحاجات. الله يفرج عن الجميع يا رب، ويقرب منكم كل خير، ويبعد عنكم كل هم وكل حزن، عنكم وعني يا رب. اللهم آمين. اللهم اشفي مرضانا وارحم أمواتنا جميعا يا رب. هي أمننا على العصافير، حطينا لهم الخبزات، وتعال نحط لهم مي هون لأنهم عم يجوا بيشربوا مي بهدولي بالحواض الصغيرة اللي عملتها، عم يشربوا مي. بس لازم اغسل لهم اياهم والله لان توسخوا. بدي اغسل لهم اياهم بس مو اليوم، اليوم ماني فاضي، اليوم عندي شغلات كثير مهمة لازم اعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. دفع البلاء ورد القضاء، صدقة جارية عني وعنكم. برجع بقولها، النية النية النية، مع انه النية لازم ما تنقال، بس عادي. هي لازم تتغسل، لازم اغسلها والله، لا اغسلها ما رح خليهم يشربوا مي وسخة. ثواني لنغسلها. تعرفوا حاولت اني شيلها ما قدرت، رح استنى عمر لحتى يجي يشيلها معي. هلا ببدل لهم اياها. اليوم عندنا مهمه، شو هي المهمه يا بنات؟ خلص بدنا نخلص المسلسل اللي بلشنا فيه. عملنا هداك الحوض، عملنا هذا الحوض، شوفوا حطيت فيه هذا البير، وزرعت زرعت حوالي من هي الورده. تعال افرجيكم اياها، هي الورده جاذبه للنحل، هيك بتصير الشتله كبيره. فان شاء الله هون كلياته رح يصير شتل اصفر، اصفر تدرجات الاصفر. وهي لسه ما عملناها، بفضل علينا هي اليوم لازم نعملها، لازم ننهيها. لانه ليش يا بنات؟ اذا نهيناها لوين رح نوصل؟ رح نوصل على الزاويه اللي قلت لكم رح نعملها قبل وبعد، قبل وبعد. رح تشوفوا ديكورات جايه ان شاء الله فظيعه. لكو نور بلش بالمقاسات، هي هي كان نور عم يجرب تجربه بالمقاسات، بلش فيها. المهم هلا خلونا نبلش هون وما نضيع وقت، نستغل قبل ما الشمس تصير حارقة. هلا رح ورجيكم قبل، شوفوا، ركزوا على قبل، ركزوا على قبل. شوفوا هذا الحوض كتير معبى حشائش، وفي نباتات أزهار رح أقلع من جذورها وأزرع بمكان تاني. ركزتوا على قبل؟ هلا خلونا نشوف كيف رح نعمل بعد. ترى 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 بعد طلوع الروح. والله الحمد لله
ليه بقول لكم شغله، طالعت لي روحي لنطفت والله العظيم بكل معنى الكلمه، ليش؟ لان فيها جذور، جذور كتير كبيره. لحتى قمت العشب انا ما صورت، يعني وقف الكاميرا، وقفت الكاميرا كتير لان بدي يصير اوقف قدام الكاميرا وشدوا ما شدوا القصص هي. بس المهم، شو رايكم بالنتيجه بنات؟ هذا الحجر كان مختفي، مختفي تحت العشب، الله وكيلكم مختفي كلياته. ضليت نقب عنه نقب عنه نقب عنه لحتى طالعته، وبعدين هيك نظفته، حطيت له مي وفركته بالليفه، وهيك صار منظرهم. شو رايكم بهذا الحوض؟ هذا الحوض ما راح احط له مثل هدوليك، حتى هدوليك عم فكر اني قيمه، على فكره البلاستيك عم فكر اني قيمه، اعمله كلياته على شكل ارضي يعني، والبلاستيك بستفاد منه بديكورات تانية. شو رايكم يا بنات؟ مو هيك الفكره احلى بتكون مع الحجر الاحمر؟ المهم خلصنا، اكلت مني تقريبا والله العظيم شي ساعه ونص متواصله، انا ما تواصلت، صرت اخذ استراحات على فكره، روح اشرب مي اقعد شوي، اهلكت لان الدنيا شمس شمس، طلع الشمس، الشمس وين هلك فوق راسي، فاخذ استراحات دقيقه شوي هوني، ايه فاخذ استراحات. الحمد لله رب العالمين انه انجزت هذا الانجاز العظيم، برافو علي، برافو 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 برافو. يعني شايفين غير الشكل قبل وبعد، بكره القبل والبعد رح تكون بهي الزاويه. جاهزين لإلها؟ ليك اقول لكم شغله، في عندي قبلين وبعدين، في عندي قبل وبعد عند مدخل الحديقه، وفي عندي قبل وبعد هوني. بتريدوا بكره بلش لكم بقبل وبعد هون ولا قبل وبعد عند مدخل الحديقه؟ اكتبوا لي بالتعليقات انو قبل وبعد حابين انكم تشوفوا. هذا هو الحمد لله. هلا يا بنات مثل ما انكم شايفين انا بلشت بتقطيف الخضار لليوم، طبعا كنت عم صور فيديو شورتس لهيك سبقتكم بالتقطيف، بس عم ندور على كوسايات تانيين. هاي كوسة كمان، ما شاء الله. نعمل باذنجان مقلي، وعفوا كوسة مقلي. هاي الكوسة قطفنا كمان خيار، وصورنا شورتس قبل ما بلش معاكم. هاي الخيار الثالثة، وهي الخيارة الرابعة. هلا كمان راح نقطف البندورة، ما شاء الله. وهون في بندوراية مخباية، تعالي يا حلوة، بس لا يهروا الخضر معها. خلص راح نقيمها من هنا. وهلا خلونا نبلش بتقطيف الفاصوليا. بسم الله، اول شيء دائما كالعاده بنبلش بالصفره، نقامت من جذور الصفره والله المره قمناها من جذورها. يلا ما مشكله، ما شاء الله الموسم الفاصوليا السنه تبارك الله، يعني من اكثر المحاصيل اللي بحب اني ازرعها هي الفاصوليا. برجع بقلكم ما بدها اهتمام، ما بدها عنايه، ما بدها سماد، ما بدها اي مواد تضيفوا لها، لانه هي غنيه غنيه بالمواد الغذائيه لحالها نفسها. الدنيا صارت شوب، لازم اسرع بتقطيف الخضار وادخل لجوا، عن جد شوب كتير صار، شوب شوب كتير. احلى شيء الفاصوليا النهدي، انا كتير بعشقها بعشقها، مع انه لونها بيتغير على الطبخ بيرجع للون الاخضر، بس انا بحب تشكيل الالوان بالطبيعه والخضار، يعني بحب هيك يكون في الوان مشكله من الصنف الواحد. تبارك الله، الحمد والشكر لله رب العالمين، الله يديم علينا النعم يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم آمين.
كمان البندورة الكرزية رح اشوفهم احلاها. هاي النعومة ما شاء الله. تعال نقطف كم وحدة من هوني. يا سلام يا سلام، هرت الصغيرة هرت. وهيك كانت سلتنا يا بنات اليوم، عبارة عن كوسة، خيار ما شاء الله، بندورة ما شاء الله، وبندورة كرزية، فاصولية وبصل وخس وفليفلة، كمان حبتين من الفليفلة قطفناهم. يلا خلونا نروح الدنيا شوب. لحظة لفرجيكم شغلة، شوفوا شوفوا على العرق يا لطيف. هلأ لازم دوش دوش على السريع. وهلأ يا بنات فكرت اني اعمل الفاصولية هوني بهالفيات مشان اعمل اليوم طبخة فاصولية تازة. اليوم ما بدي فرزن فاصولية، بنعملها تازة ان شاء الله. بندورة وجنبها صحن برغل، صحن البرغل كتير طيب جنب الفاصولية كتير، لهيك رح اليوم يكون طبخنا من الحديقة ان شاء الله. ما في اطيب من الطبخ التازة، وتعرفوا انه الخضار ما داخل لا مواد عضوية، عفوا مواد كيماوية، سماد كيماوي او شيء، كلياته بيكون سماد طبيعي. ونحن شفتوني بمراحل الزراعة كلياته سمدته سماد طبيعي، فما ما سمدته سماد يعني انه كيماوي. وهيك بتاخذوا نكهة الخضار الاصلية البلدية، غير الشكل غير الشكل. بكرة إن شاء الله ما بعرف، عم فكر إني هلأ الباذنجانات طلع عندي كم باذنجانة هلأ، إذا بكرة كبروا من هون لبكرة كبروا، لأنهم بتعرفوا الخضرة بين يوم وليلة بيصير حجمها كتير كبير. إذا كبروا الباذنجان بدي أعمل مقالي مقالي، ولا استنى نورو على نورو على أروح قلبهم المقالي بعمل لهم إياها على الحطب. لا رح خلي لهم إياها لعطلة نهاية الأسبوع، بيكون نورو على هوني، وهيك بضمن إنه الباذنجان صار عندي كمية منيحة، هو والكوسة ومنقلي فليفلة كمان إن شاء الله بركي بعطلة نهاية الأسبوع منقليون. بس هلأ خلونا نلحق طبخت اليوم. أنا هلكت اليوم، طرقتني الشمس الله وكيلكم. كل مرة بتحمس كتير للشغل بتحمس وبكون الشمس قوية، وفجأة هيك راسي بيصير بيوجعني. فهلا عندي كم شغله بالبيت مثل طوي غسيل، بطويهم وبعمل لملمه، الاولاد بالشغل عمر ونارا، ف بعمل لي هيك كم شغله والطبخه وخلص اليوم ما عاد اشتغل، الا اذا بدي اشتغل مثلا عند بعد المغرب، قبل المغرب عفوا، بعد العصريات قبل المغرب بعمل لي هيك كم شغله بالحديقه. وهي خلصنا ومالنا شكل قبل ما ندخل لجوا. ما شاء الله غدا الفاصولية، شوفوا هاي طبخة اليوم، فاصولية بكل الألوان بتطلع طعمتها كتير طيبة. تعال نقشر يا كريم. يا الله بسم الله. وهلا يا بنات بعد ما طرقتنا الشمس دخلنا على المطبخ، جهزت يعني انه مشان نجهز الطبخه حطيت لحمه ناعمه على النار. بالعاده بحط راس العصفور بس ما عندي، ما متوفر عندي بس لحمه ناعمه. المهم غسلت الفاصوليه وبلشت افرم البندوره اللي قطفناها، البندوره البلديه اللي قطفناها من الحديقه. انا بالعاده بقشرها بس هالمره قلت والله ما رح كب منها حتى القشره، بدي اطبخها يعني لانه طعمه البندوره البلديه بتضل غير الشكل. المهم كلها فرمتها فرم ناعم، وهلا راسا رح اقلي الفاصوليه مع اللحمه هيك تقلايه على الخفيف، بعدين بضيف عليها البندورة. بهارات أنا ما بحط أي نوع بهارات غير الفلفل الأسود وبس، ما بحط شي تاني. بنات أنتوا شو بتحطوا، شو بتختاروا نوعية بهارات، كزبرة ما كزبرة، بصلة تومة، هذا الشي بيرجع لإلكم. كل الطرق تؤدي إلى المعدة وكل الطرق طيبة جدا جدا. أنا هيك بعملها وعائلتي هيك بتحبها.
غطيت على الفاصولية قبل ما أحط الصوص البندورة. المهم حطيت طنجرة تانية على النار، حطيت فيها شوية سمنة بقرية، خليتها لحتى تدوب، حطيت البرغل قليته شوي، حطيت فلفل أسود وبودرة الدجاج ماجي ورشة ملح فقط لا غير مع البرغل، بخلي لحتى يتقلى ويتفلفل على المزبوط، وبكتر له الفلفل بيطلع كتير طيب مع الفلفل الأسود وبس والله، وشوية مي. هوني نارة كانت جنبي على فكرة، قالت لي ماما عملت لك هدية هلا فرجيكم إياها، كانت عم تحكيني، قلت لها يلا ثواني شوي خليني اخلصهم وبعدين بشوفها. المهم هوني بعد ما استوت معي الفاصوليا ثلاث ارباع الاستواء، حطيت لها صوص بندوره. نحن ما بنحب يكون المرقه كثيره بكل اكلات البندوره، مثلا الفاصوليا بنحب تكون مرقتها سميكه ومعقده، كذلك الامر بالنسبه للباميه، للبازيلا حمراء، لكل شيء بالبندوره بنحب انه ما يكون في مرقه مريئه. حطيت شويه الخضار وهيك والله. لك وشوفوا يا صبايا، نارا اجت عملت لي هديه، رح فرجيكم اياها شو هي الهديه. افتحيها يا نارا، سلمي اول ماما. مرحبا. شو كانت لي؟ اربع طرق بسيطه. احكي نارا. احكي اللي بدك اياه. انت شو كنتي بدك تقولي لي؟ انه ليش ليش هديتيني اياه لهذا؟ لانه حاولت لاقي دفتر هيك بيناسبك لك، انه في الواحد انه يطلب على الانترنت هيك انه ايه؟ جدول، بس ما لقيت. بس على فكره هذا احلى من الجاهز لانك انت عملتي. حبيت انه اعمله انا انه بيناسب ماما ووقت توقيتها. ايه وش كتبت هيك شغلات؟ بس شو مكتوب هوني؟ بس فرجينا شو انه شو عملتي؟ هي المرحلة الأولى، حدد مصاعبك واسمح لنفسك بالشفاء. المرحلة الثانية، لا تدع حديثك الداخلي السلبي يسكتك يسكتك يسك يسكتك بلشنا نخربط. المرحلة الثالثة، اصنع روتين خاص بك لحب الذات. المرحلة الرابعة، احصل على الدعم من احبائك. مين احبائي؟ عيلتك. عيلتك. يلا عملت لي هاي الورقة. يا سلام، حلو كتير والله. هاي بدها وقت يا بنات، اعملكم فيها هيك بس مباشر لنقراها. شو هي؟ بينجو، حب الذات. شو هي؟ اصنع مهام لطيفة لنفسك. ايوه كتير حلو، كتير حلو يا نانا. افتحي. كتب كتب تمت قراءتها. قراءتها ماما، ما قراءته. هلا انت عملتي طبعتي على الطابعة؟ ايه طبعته. عبوة الامنيات، سجلي امنياتك يا جميلتي، انا وقت تحقيقها. الله حبيت. يلا افتحي كمان. اهدافك مع عجلة الحياة. حلو، حبيت كمان. عم بتحطي كل الاهداف، مثلا الجانب الاجتماعي، الجانب العملي، الجانب الاسري، 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 الجانب المالي، الجانب العقلي، الجانب الروحي، يعني هو الصلاة والتقرب من الله، الجانب النفسي والجانب الجسدي. حبيت. شو هاد؟ هون مثلا كيف انه اذا بدك توفر بدك تجمعي مصاري. يا الهي، هلا بيقولوا عني خل اولادها خلفوا لانه جيب. لا حبيت. اشرحي لهم اياها. مثلا هون انت دائما بيكون عندك مثلا كم يورو هي ما بتستخدميها؟ ما بستخدم من الفراطه قصدي. مثلا 5 يورو فراطه بتحطيهم. ايه؟ بحطهم بالمطموره. بعمل اكس على 5 يورو. اذا كلهم عملتيهم اكسات بيطلع معك 1075. 1075. حبيت والله. انا هون 330. هون 330. حبيت. جدول اليوم التنظيف. الله الله الله، حبيت هذا. لازم لك ماما قائمة التنظيف العميق. واو 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 واو، روتين اليومي. هدول على فكرة نار عملت لي اياهم على هي على هي مزاجها. لازم فرجيكم اياها، لازم فرجيكم اياها بس مباشر. اذا كنتوا حابين تشوفوا اكيد رح فرجيكم اياها. قائمة المشتريات. قائمة المشتريات. حبيت يا نانا، كثير حبيت، كثير حلو. ماذا اريد ان انجز هذا الاسبوع. حلو 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 حلو، برافو عليكي. عملتي واحد إليك؟ عم أعمل هلا. عم تعملي واحد إليك؟ برافو عليكي. عملت من اليوم للشهر، يعني أول شيء من الأسبوع. ماذا أريد أن صندوق أيزنهاور لإدارة المهام. شو هاد؟ هي مثلا بتحطي الشغلات اللي هي بتحطي الشغلات اللي أنت بدك تعمليها من المهمة للمو مهمة. عاجل غير عاجل، هام غير هام، يجب القيام عاجل يجب القيام به، غير عاجل يجب جدولته لأهمية. يجب تفويضه. يجب تفويضه. إيه حلو، حبيت حبيت.
صندوق. ايوه حبيتها يعني كذا ورقه مو هيك؟ حلو حلو، واذا بدي اطبع منه بطبع مو؟ كثير حبيته، كثير حبيت الهديه والله، حبيتها جدا. ماذا اريد ان انجز هذا الاسبوع؟ حبيت كثير كثير مخطط الشهر. برافو عليك نانا، عملتي واحد لك مو؟ 30 تجربه الهاميه. حلو 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 حلو، حبيتهم. طلع هي 30 تجربه الهاميه. طب انا يا بنات بفرجيكم اياها، بفرجيكم اياها بالتفصيل على فيديو من البثوث المباشره، لان هلا ما رح اقدر كثير فصل لكم اياها، لهيك انتظروني البث المباشر الجاي اكيد رح نحكي عن الهديه تبعيت نارا. اعطيني بوسه. الله يرضى عليكي. يلا روحي خليني اكفي شغلي. وهيك غدانا بيكون خلص يا صبايا، الحمد لله رب العالمين. برغل مع فاصولية بتجنن، وطبعا البصل اللي الاخضر اللي قطفناه من الحديقة غير شكل طعمته مع الفاصولية والخضار. المهم هذا هو الغداء لليوم، الحمد لله رب العالمين. الله يديم علي وعليكم النعم يا رب ويحفظ من الزوال. وهيك بيكون الفيديو لليوم خلص، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى يكونكم استمتعتوا فيه واستفدتوا منه حتى لو كان شيء بسيط. وإذا عجبكم يا صبايا لا تنسوني من اللايك في حال عجبكم، مشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدين، وهيك بتكبر قناتي بدعمكم الليلي. هلأ صار فيني لكم، انطروني فيديو جديد وروتين جديد وفلوقات جديدة ووصفات جديدة وبستنة جديدة وديكورات جديدة بقناتي جيلاند شانيل. باي باي.